اسمي اللي يحصل برا. موت موت موت. منين ان الواد ده هيروح لفواز؟ الواد قال لي انه ندمان ووعدني ان ده مش هيحصل تاني اللبنة ابدا. يعني رايح لفواز. انا هتجنن يا ياسر. لبنى اللي علاقتي بيها اتقطعت من سنين، يوم ما تظهر تاني في حياتي يبقى اللي عايز يخطبها على علاقه بالكلاب اللي عايزين ياذوني؟ ايه اللفه الغريبه دي؟ دنيا اوضه وصاله، انت زعلان ليه؟ ايوه بس مش للدرجه دي. يعني انت حدوتك اللي للدرجه دي؟ ما انت مفيش حاجة واحدة بس في حدوتك دي منطقية يا أخي. رأيك؟ سامحيني يا سارة. أسامحك على إيه؟ سامحيني عشان كنت ماشي وراكي وأنت نازلة مع كريمة. كان غصب عني، كنت قلقان عليكي. الحمد لله عشان نيتي كويسة وشفت الكلاب دول وهم بيخطفوكي. أنا صدقيني وقتها اتجننت فعلاً. ما بقتش عارف اتصرف ازاي، اعمل ايه؟ قلت انزل احاول اخدك من ايديهم، بس خفت لا يكون حد معاه سلاح ولا حاجه ويعمل فيكي حاجه. ده انا حتى ما بلغتش البوليس من كتر خوفي عليكي لا يأذوكي. بس الحمد لله، الحمد لله ربنا ما بيعملش حاجه وحشه ابدا. عشان انا لما هديت فكرت كويس، قلت امشي وراهم وهم خاطفينك واعرف هم هيخبوكي فين بالظبط، والاقي اللحظه المناسبه وساعتها اعرف انقذك. والحمد لله، الحمد لله عرفت انقذك. الحمد لله، الحمد لله يا ساره. بس انا اسف يا ساره، اسف عشان انا اللي غلطان. انا ما كنتش جنبك. انا لو كنت جنبك ما كانش حد قدر يخطفك ولا حد يقدر يهوب جنبك. يحيى احنا لازم نطلع على مستشفى، ده متعور جامد قوي. لا ولا يهمك، كل ده عادي، كل ده هيروح عادي. مش مهم انا خالص. كل ده ايه يعني قصاد لحظه خوف واحده عشتيها مع الكلاب دول؟ اسف بجد يا ساره. الحمد لله على السلامه. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.